طيب هنا لازم نتكلم بقى ايه اللي هيتكامل مع القطار الكهربائي السريع، من خطوط بقى مترو ولا خطوط ايه، يعني ايه برضو في المشروع نفسه؟ طيب يبقى احنا نرجع لشبكة المترو مع المونوريل مع القطار مع الكهربائي، لان في القطار الكهربائي السريع اللي حضرتك اللي انا اللي بدأنا بيه اللي هي الثلاث خطوط، في القطار الكهربائي اللي هو المونوريل اللي هو ال ار تي اللي هو السلام او عدلي منصور مدينة العاشر من رمضان العاصمة الإدارية. تمام. ده إن شاء الله بإذن الله هيتفتح في شهر 10 القادم بإذن الله. الشبكة عبارة عن إيه؟ الشبكة عبارة عن خمس خطوط دلوقتي إحنا بنشتغل فيها، إحنا أجلنا الخط الخامس لأن بعد الخطوط الجديدة وأدوات الجديدة للجر الكهربائي لقينا نفسنا مش محتاجين نعمل الخط الخامس دلوقتي، وده نوع من أنواع المرونة في التخطيط طبقا للتغيرات. طيب القاهرة الكبرى احنا بنبتدي التجمعات بتاعتنا، عندنا الشيخ زايد وعندنا اكتوبر في اتجاه الجيزة، فاحنا عملنا مونوريل اكتوبر ده طوله 42 كيلو، ده هيبتدي من المنطقة الصناعية في اكتوبر وماشي موازي المحور في محور جمال عبد الناصر لغاية ما يربط مع الخط الثالث في روض الفرج والسودان. يبتدي الخط الثالث يستلم الراكب اللي جاي من اكتوبر والشيخ زايد. تمام. عايز يروح فين؟ عايز يروح جامعة القاهرة هينزل جامعة القاهرة. عايز يروح يركب الخط الأولاني عشان يروح حلوان هينزل في محطة ناصر ويركب الخط الأولاني. عايز يركب الخط الثاني ويروح شبرا الخيمة هينزل محطة العتبة. إذن الخطوط كلها في محطات تبادلية بربط معها. بوصل لشرق القاهرة لبربط مع القطار الكهربائي اللي أنا قلت لحضرتك إنه إن شاء الله في شهر 10. ده واخد تجمعات شرق القاهرة بالكامل، واخد العبور، واخد المستقبل، واخد الشروق، واخد الروبيكي، واخد هليوبلس الجديدة، واخد بدر، لغاية ما يوصل يبتدي يتفرع من بدر يروح العاشر من رمضان. العاشر من رمضان يبقى فيه أربع محطات أو ثلاث محطات أنا آسف، المنطقة الصناعية ومحطتين للمناطق السكانية، وبعد كده يتفرع جنوبا إلى العاصمة الإدارية ويكمل في العاصمة الإدارية لغاية ما يوصل يعدي طريق القطامية العين السخنة يوصل للمدينة الرياضية اللي يبتدي يلحم فيها مع القطار الكهربائي السريع اللي هو العين السخنة اللي رايح للعالمين والمطروح. طيب ده اتجاه. الاتجاه الثاني ان هو برضو الخط الثالث، يركب الخط الثالث لغاية ما يوصل محطة الاستاد في شارع القاهرة. يبتدي ياخد مونوريل العاصمة. مونوريل العاصمة ده طوله 54 كيلو، بيبتدي يمشي في مدينة نصر في شارع يوسف عباس، فزاكر حسين، فمحور المشير، فشارع التسعين الجنوبي. يكمل في القاهرة الجديدة بالكامل لغاية ما يقطع المستقبل ويوصل للعاصمة الإدارية الجديدة. كله ملمس ومربط مع بعض. يلحم بقى في العاصمة الإدارية الجديدة مع القطار الكهربائي في قلب العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون. يربط مع المحطة بتاعة القطار الكهربائي اللي هو بتاع العاشر عشان لو عايز يركب ويروح شرق القاهرة تاني. إذن هي شبكة تكاملة مدروسة بحيث إن الراكب بقى عنده حرية الاختيار إنه يركب عايز يروح أي اتجاه هيلاقي المحطة اللي توصله، سواء بقى حتى الخط الرابع في الهرم إحنا بنعمل ابتدينا فعلا خط جديد يربط برضه مع الخط الاولاني في الملك الصالح، فهي شبكه متكامله مربوطه ببعضها في محطات على اطراف القاهره، بحيث ان انا الراكب اللي مش محتاج يوصل او ينزل وسط المدينه يبقى مش محتاج يوصل لها عشان يغير مواصله، لا هو بيغير من اطراف المدينه ويروح اي اتجاه هو عايزه.